اهلا بحضراتكم من جديد. كل هذا التراث الرياضي الحضاري الكبير للنادي الاهلي لم يظهر فجاه، مش بس لانه من 1907، لا، لانه هناك كثير من العظماء اضاءوا الشموع الحمراء، هذه الشموع اللي اضاءت طريق النادي الاهلي حتى وصلت الى هذه القيمه. نفيسة هي تقاليد الأهلي. شوفوا النادي الأهلي من 1907. عنوان موفق منا جدا، لأن نفيسة هي الراحلة العظيمة نفيسة الغمراوي، وهي تجسد تقاليد الأهلي، فالعنوان حلو. ده من ذوقك يا باشمهندس. نفيسة هي تقاليد الأهلي. نفيسة هي تقاليد الأهلي. نفيسة الغمراوي رائدة الرياضة النسائية في مصر. ولما يكون النادي الأهلي بيقدم لوطنه والمجتمعه هذا النموذج الحضاري في أنه حق المرأة في ممارسة الرياضة على يد هذه الرائدة الكبيرة جدا الراحلة العظيمة نفيسة الغمراوي، يبقى النادي الأهلي شوفوا من زمان إسهامه الحضاري في مجتمعه عامل إزاي. نشوف هذا التقرير عن العظيمة الرائدة نفيسة الغمراوي. نفيسة الغمراوي تركت بصمة واضحة في تاريخ الرياضة النسائية، واستطاعت أن تخترق كل الحواجز لتكتب اسمها بأحرف من ذهب. من مواليد القاهرة عام 1918، نشأت نشأة رياضية وتفوقت في ألعاب القوى والسلة والسباحة، خاصة السباحات الطويلة والهوكي بين جدران النادي الأهلي. في عام 1930 أرسلت في بعثة علمية على نفقة الدولة لدراسة التربية الرياضية في كلية تشستر بإنجلترا، وعند عودتها إلى مصر قررت أن تمارس كرة السلة بالنادي الأهلي، وكونت أول فريق نسائي أشرف عليه عبد المنعم وهبي، وتزوجها زواجا أسطوريا يتذكره كل من عاصره ذلك الوقت في النادي الأهلي. وظلت نفيسة تمارس كرة السلة إلى أن اعتزلت في عام 1949، وتعد واحدة ضمن سبعة رواد من رائدات الرياضة النسائية المصرية. قادت نفيسة عملية التخطيط للتربية الرياضية للبنات في مصر، وتولت التدريس بقسم التربية الرياضية الذي أنشئ بالمعهد العالي للفنون. وفي عام 1937 أنشئ معهد التربية الرياضية ملحقاً بمدرسة الأميرة فوزية، وكانت أول من التحق بالتدريس في هذا المعهد. وفي عام 1947 أنشئ المعهد العالي للتربية الرياضية للبنات، وأصبحت أول عميدة له، واستمرت في منصبها لمدة 22 سنة متتالية. وفي منتصف الثلاثينيات استطاعت الدكتورة نفيسة أن تخترق حاجز التقاليد والعادات المتزمتة، فاشتركت في مجالات كان من الصعب أن يشارك فيها بنات جنسها مثل الطيران، واحترفته في زمن قياسي لتصبح ثاني سيدة تحترف هذا المجال. وبعد الطيران اتجهت للسباحة الطويلة، وذات يوم من عام 1938 خاضت تجربة مثيرة في السباحة من دمياط إلى رأس البر لمسافة 14 كيلو متر في 8 ساعات، لدرجة أن النبيل عباس حليم أعجب بشجاعتها وكتب لها: طرتي في السماء وسبحتي في الماء، هتعملي إيه بعد كل ده؟ ومثلت نفيسة الغمراوي مصر في كثير من المؤتمرات العلمية الرياضية، كما قدمت للمكتبة الرياضية العديد من المؤلفات في مجال التربية الرياضية، ونالت العديد من الأوسمة لدورها في الحركة الرياضية النسائية، وكرمتها جامعة الزقازيق فمنحتها الدكتوراه الفخرية، وأطلقت اسمها على أكبر مدرج بكلية التربية الرياضية. وافتها المنية في يناير من عام 2001 ليسدل الستار على تاريخ حافل ومثال حي للعطاء والقيادة، ونموذج يندر أن يتكرر.